باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قبل ما ابتدي الاسئله او المحاضره احب اشكر الكورال بتاع الفيوم وايضا نيافه الانبا ابرام اسقف الفيوم على الالحان الجميله اللي قالوها وعلى تحيتهم اللطيفه، وما فيش شك انهم استعدوا للحكايه دي بقالهم مده وطبعوا كتاب والكتاب زوقوه بالصور والحاجات دي وألفوا ألحان ولحنوا، يعني الحكاية هاصت مدة طويلة معهم. أما يعني ساعات البعض بيسأل إيه يعني شعورك وأنت بتقول الحاجات دي؟ الشعور الأول طبعاً إن أنا بقعد مكسوف. وأقعد منشغل في الإمضاءات علشان يعني أدارج. وبعدين وتاني حاجة أنا ما باخدش الكلام على حسب منطوقه، لأن كثير من كلام المديح الواحد ما يستحقوش وعيب يسمعه، لكن إحنا بناخد المشاعر التي فيه، يعني مشاعر المحبة التي فيه، مشاعر الوفاء التي فيه، التعبير الأولاد عن كده، الألحان اللي بتقال لرؤساء الكهنة بتكون نوع من أنواع التصاق الشعب بالكنيسة، وإحنا ممكن ما نخليهمش يقولوا كده، لكن لما بيلتصقوا بالكنيسة بتبقى دي الأهم، بتبقى دي الأهم، لدرجة ان بعض الكتب عشان يعرفوا انها كتب قبطية ارثوذكسية ولا لا يشوفوا عليها صورة البابا والاسقف ولا لا، فاذا ما وجدوهاش يشكوا في انها تبع الكنيسة. مش مسألة ان الاباء يحبوا ان صورهم تكون موجودة، طبعا مفروض ان الانسان يرتفع على المستوى ده، لكن دي بتدل على ايه؟ الانتماء بتاعهم، هم منتمين لايه؟ لاي كنيسة؟ وإذا ما كانش في حاجات زي دي الواحد مش عارف دول تبع أي مذهب. بتتأخر ليه؟ أنتوا سمعتوا حاجة؟ على أي الحالات أنا أشكر إبارشية الفيوم أسقفا وكهنة وإكليروسا وخداما ومدارس تربية كنسية وأطفالا وألحانا وكل. نخش في الأسئلة. واحدة بتقول أعمل سكرتيرة بمكتب مدير عام في إحدى الهيئات الحساسة، وطبيعة عملي لابد لهم السرية التامة والاتصال بالمسؤولين والجمهور المسؤولين بالشركات والهيئات بالمدير العام، ويضطرني ويلزمني في كثير من الأحوال إلى الكذب بصفة مستمرة، وحسب ظروف ضغط العمل بالسيد المدير ولكثرة انشغاله وحسب رأيه الشخصي. يعني سكرتير المدير والمدير مشغول وهيئات كتير بتتصل بيه، فهي تقول لهم مش موجود وتكذب وتقول لهم أي عذر علشان المدير مش فاضي يتكلم. وبتسأل يعني ده حرام ويخش في خطية الكذب، وهل الكذب في هذه الحالة ضمن إطاعة الرؤساء أم يجب أن يطاع الله أكثر من الناس لأن إبليس كذاب وأبو كل كذاب؟ ما دام ضميرك تعبك يبقى ده طبعا غلط. غلط إنك تكذبي. غلط إنك تكذبي. ممكن تقولي هو مشغول دلوقتي، ممكن تطلبوه في وقت تاني، ممكن تبلغوني الرسالة وأنا أبلغها له، أي حاجة زي دي، مشغول اطلبوه بعدين بلغوني الرسالة. التلات جمل دول ما فهمش كذب، لكن تقولي مش موجود يبقى ده كذب، يبقى ده كذب.
بيقولوا لي كاميرات الفيديو لا تعمل بحالة جيدة في ظل الإضاءة الضعيفة، نرجو إضاءة الكشاف. طب نوروا الكشاف. لكن بصراحة كثرة وجود الكشاف في عينيا بيضعف بصر، وأنا يعني معلش نوروا، لازم ألبس نظارة سودة ولا حاجة. شوف أحسن أنكم تعملوا كشافات بجنب بدل ما تبقى في الوش العينين على طول، يعني أنتوا أو ممكن أنكم تخلوا الكشاف يضيء بحيث أنه يبقى مداري شوية. معلش ما بصلوش. واحد بيبقى سؤال عن الناس اللي بينجرفوا وراء شهود يهوى والسبتيين، وبيقول ما هو واجب الكنيسة وواجب الخصوص أمام هذه البدع؟ فأنا أعرف أناسا كثيرين يحبون السيد المسيح له المجد جدا ولهم إيمان قوي إيمان الفطرة، ولكنهم لا يعرفون بماذا يجيبون هؤلاء الناس عندما يزورونهم في بيوتهم ويحاولون تشكيكهم في لاهوت المسيح ويريدون الدفاع عن لاهوت المسيح ولكنهم لا يعرفون، بالرغم من أن المنطقة التي يقتم بها هؤلاء الناس بها ثلاث أسس فما هو واجب الكنيسة؟ في الحقيقة أقول ما هو واجبي أنا، وأنا درست شهود يهوى ودرست شوية في السبتيين، وممكن أن أنا أطلع لكم سلسلة مقالات في مجلة الكرازة عن السبتيين، وممكن سلسلة مقالات عن شهود يهوى، وممكن أطلع لكم كتاب عن شهود يهوى والسبتيين، لأن واجب الكنيسة أنها تعلم القسوس لكي يعلموا الشعب، وتعلم الخدام لكي يعلموا الشعب، دي نمرة واحد. فأنا آسف أن الكتاب بتاع شهود يهوى لسه ما طلعش، وأعدكم بأنه يطلع بسرعة. والكتاب اللي هعمله على شهود يهوى هنترجمه للغة الإنجليزية علشان بيعملوا مشاكل في أمريكا أيضا وفي أستراليا. دي نقطة. تاني نقطة عايز أقول لكم، بتوع شهود يهوى ما تدخلوهمش البيت، مش تدخلوهم وتتعبوا من شكوكهم وتقولوا نرد إزاي، ما تدخلوهمش البيت إطلاقا إطلاقا. واحد يجي لك من جهة الكنيسة يبقى جاي من جهة الكنيسة، معروف أنه قسيس أو شماس أو خادم في مدارس تربية كنسية معروف. غير كده أي معلم غريب لا تقبلوه في البيت. ده مش كلامي أنا، ده كلام القديس يوحنا الحبيب اللي هو أكتر إنسان اتكلم على المحبة، وقال الله محبة، من يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه، في يوحنا الأولى 4:16. ومع ذلك بيقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، ومن يسلم عليه يشترك في أعماله الشرير. في آخر الرسالة الثانية لمعلمنا القديس يوحنا الحبيب. فدول لو قولكم ما تقبلهمش في البيت، يقول لك أنا عايز أكلمك كلمة ربنا، أقول له متشكر، إحنا بناخد كلمة ربنا من الكنيسة بتاعتنا وكتر خيرك وبس، وما تقبلهمش في البيت. لكن تقبلوهم معناها تقبلوا أيضا الشكوك بتاعتهم، وأحيانا بل في غالبية الأحيان الشك يدخل بسهولة كبيرة إلى الفكر ويخرج بصعوبة كبيرة. يعني ما أسهل أن يدخل الشك وما أصعب أن يخرج. فأنتوا تدخلوا ناس لكم زي دول لكم في البيت ليه؟ بيجوا يفتقدوكم؟ قولوا لهم متشكرين، قولوا لهم إيه؟ متشكرين ومش هنقبل. لا يا دوبك هنفتح الإنجيل، هو إحنا هنكلمكم قولوا كتر خيركم، إحنا الإنجيل بنسمعه في الكنيسة، روحوا دوروا على الناس اللي ما عندهمش إنجيل خالص وبس.
ومع ذلك إن شاء الله أطلع لكم كتاب عن شوديا. سؤال: ما معنى كلمة التجديف على الروح القدس؟ قلتها كتير وموجودة في كتاب سنوات مع أسئلة الناس. من هم لباس الصليب؟ هم الرهبان، لأن بيبقى كل حاجاتهم صلبان زي ما انتوا شايفين، رؤوسنا مليانة صلبان وجسمنا صلبان وهدومنا صلبان وكله، وحتى الدنيا بتبقى كلها صلبان إلى آخر. واحدة بتقول: توفي والدي منذ عام ونحن 5 بنات وأربع أولاد، وترك لنا تجارته وعمارتين، واثنين من إخواتي استولوا على كل هذا ولا يريدون أن يقسموها بيننا، وهم يقولون لنا ما تريدون أن تفعلوه افعلوه، ونحن لا نريد أن نقف أمام إخواتنا في المحاكم، وقد تدخل كاهن في الموضوع لكن بلا فائدة، فماذا نفعل؟ خلوهم دول يقولنا، يعني اكتبوا لنا الاسم والعنوان واحنا نجيبهم، وإذا ما رضيوش يديكوا فلسكوا يبقى من حقكم أنكم تروحوا للمحاكم، والمحاكم ليست خطأ إطلاقا. إحنا كبطرخانة لما حد بيغتصب بيت من بيوتنا بنروح للمحاكم، يعني هنضحك عليكم؟ المحاكم مش حرام، المحاكم مش حرام، لكن مفروض إن الكنيسة تفصل أولا، فإن لم يسمع من الكنيسة الكتاب بيقول يكون إيه؟ كالوثني والعشار، دي موجودة في متى 18، إن لم يسمع من الكنيسة يكون إيه؟ كالوثني والعشار، وإن كان كالوثني والعشار يبقى تقدر ترفع عليه قضية. وانتوا بنات، بنات يعني كل بنت ممكن محتاجة تتجهز تتجوز تكلف نفسها، فلما اخواتها ياخدوا فلوسها برضو مش مظبوط، فاحنا نطلبهم ونكلمهم، ان ما سمعوش لينا تروحوا ترفعوا عليهم قضية ومش حرام. واحد بيقول: أرجو مقابلة قداستك شخصيا لأمر هام يطول شرحه. ما دام يطول شرحه يبقى عايز وقت طويل، فياريت تكتب لي هذا الذي يطول شرحه وتديه لواحد من السكرتاريين أقراه وتكتب عنوانك ونشوف لك معاه. لكن هنا هقول الاسم الفلاني أقابله في اليوم الفلاني ألاقي 100 واحد موجود ولا 1000، مش هتنفع الحكاية دي. وطبعا ما اقدرش اديك جواب هنا في القاعة لأمر يطول شرح. واحد بيقول: اريد ان اعرف لماذا نأكل الاكل في الصيام بالزيت وهذا ليس مذكورا في الكتاب المقدس، وإن كان مذكور أرجو أنك تقول الآيات. في الكتاب اللي أنا طلعته عن روحانية الصوم فيه فصل طويل عن الطعام النباتي، فصل طويل بالطعام النباتي، لعل أول آية فيه تكوين 1:29 لما ربنا خلق آدم قال له تأكل من الثمار الأشجار ومن البقول، وما فيش زيادة على كده. وبعد ما أخطأ في تكوين 3 قال له وتأكل عشب الأرض، وفضل ماشي على كده، ولم يسمح بأكل اللحوم إلا بعد فلك نوح في الإصحاح 9 من سفر التكوين. وبرضو لما ربنا استضاف الشعب بعد خروجه من أرض مصر في البرية جاب لهم المن، والمن طعام نباتي، فلما عيطوا وقعدوا يبكوا وقالوا عايزين لحم ادهم لحم وادهم ضربة موتت آلاف منهم لأنهم اشتهوا اللحم. والمكان ده اللي ماتوا فيه سموه قبروت هالتأوة، أي قبور الشهوة، لأنهم هناك اشتهوا لحما. ونلاقي دانيال النبي أكل أكل نباتي اللي هو القطان. كل دي آيات يا ابني، يعني أنت غاوي أكل لحم؟
الكتاب مليان بس العيب ان الناس ما بيعرفوش. بيقول هلك شعبي من عدم المعرفة. اعرفوا وعرفوا غيركم. طب دلوقتي اللحمة مش كتيرة في السوق، يعني لما تيجي منك واسمها صيام احسن ما تيجي غصب عنك. قول لك ما بتاكلش لحم ليه؟ قول لهم انا صايم. واحد بيقول لماذا خلق الله الحية في الجنة وما هو شكلها قبل لعنة الله لها؟ الله لما خلق جميع الكائنات رأى ان كل ما عمله فإذا هو حسن، يعني الحية كانت حسنة وكويسة. الشيطان كان بهيا في جماله وكان احد رؤساء الملائكة ولقب احيانا بالكاروب المظلل، يعني من طبقة الكاروبين. فلما ربنا خلق الشيطان ما كانش شيطان ساعتها، ساعتها كان ملاك وكان رئيس ملائكة وكان شكله حلو جدا. هو اللي ضيع روحه بالخطية، هو اللي ضيع روحه بالخطية. فالحية لم يخلقها الله شريرة، كانت كويسة، والشيطان نفسه كان كويس وكان ملاك ورئيس ملائكة وكان جميل وحلو. الخطية ضيعت الشيطان فدخل في الحية. شكلها طبعا ما اقدرش اقول لك شكلها بالظبط، ما اعرفوش، لكن الامر الثابت انها لم تكن تزحف على رجليها، لان على بطنك تسعين وترابا تاكلين. دي جت بعد اللعنه، يعني بعد ما اخطات الحيه واغوت الانسان ربنا لعنها بهذا الشكل، لكن في الاول ما كانتش بتسعى على رجليها، وعشان كده قدرت تتشعبط على الشجرة. وفي الناس المصورين اللي بيصوروا الكتاب المقدس بيصوروا الحية يعني واقفة على رجليها وبتبص من فوق شجرة كده يعني. وعلى كل ان انت يهمك شكلها انت هتخطبها. مالك بيه؟ واحد بيقول على أي أساس بيعمل إبليس وهو يعلم أنه قد دين، يعني أصابته الدينونة. الشيطان بيسميه الكتاب المقاوم، المقاوم والمعاند. فهو يعني إن عرف أنه قد دين يبقى بقى علي وعلى أعدائي، يعني ما دام هيحرم من الملكوت يبقى بقدر امكانه يحرم الكل، ويبقى مش هو المحروم لوحده. نوع من العناد والمقاومه، وايضا نوع من حسد، حسده للناس الذين يتمتعون بنعمه هو لا يتمتع به، يبقى نوع من المقاومه ومن العناد ومن الحسد، فيريد أن يحرمهم من الملكوت الذي حرم منه. سؤال ثاني، ما معنى المؤمن وهل يوجد مؤمن بخيل أو عصبي مثلا؟ المؤمن يعني ممكن نأخذ الإيمان بمعناه الضيق المحدود والإيمان بمعناه الواسع. الإيمان بمعناه المحدود إن الإنسان يؤمن بالله وبوجوده ويؤمن بالقواعد الأساسية للإيمان اللي موجودة في قانون الإيمان،
يعني يؤمن بالثالوث القدوس، بالتجسد، بالفداء، بالقيامة، بالمجيء الثاني، القواعد الموجودة في قانون الإيمان يعني، ويؤمن بالكتاب المقدس وبالتعليم اللي فيه إلى آخره. ده الإيمان بمعناه المحدود، لكن الإيمان بمعناه الواسع يشمل الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان المثمر، وبهذا الشكل يشمل جميع الفضائل. عشان كده الشخص اللي بيكون ماشي في حياة القداسة يقول لك ده إنسان مؤمن. الإيمان الحي، الإيمان الإيه؟ الحي، لأن الكتاب بيقول إيمان بدون أعمال ميت. فالإيمان الميت مش هو المقصود، ما دام إيمان حي يبقى إيمان يثمر أعمالا تليق بهذا الإيمان. ويبقى بهذه الحالة ممكن الإيمان يشمل الحياة الروحية كلها، ده في المعنى الواسع. فإذا كان بالشكل ده يبقى الشخص البخيل والعصبي ما بيسلكش بالإيمان المثمر ولا بالإيمان العامل. والكتاب بيقول إن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال وليست لي محبة فلست شيئا. وطبعا البخيل ما عندوش محبة والعصبي ما عندوش محبة، يبقى ليس شيئا. فمش مفروض مجرد كلمة الإيمان يعني نسلك بالحرفية، يعني نسلك بالروح كما يليق بالإيمان. واحد بيقول نرجو من قداستكم عمل اجتماعي يوم أحد ولو مرة كل شهر لمن لا يتسنى لهم الحضور يوم الأربعاء وهم أصحاب الأعمال الحرة وتكون راحتهم يوم الأحد. وهو مش معقول أن هعمل اجتماع لكل القطر، يعني مش سهلة، ويعني الله يعلم عندي من الأعباء ما لا يحتاج إلى زيادة، و بل لو قدرت أختصر مسؤولياتي يبقى كويس، ولكن أحاول برضو أشوف لكم حل، أحاول أشوف لكم حل. ويوم يكون في اجتماع يوم أحد يبقى نعلن عنه. وأنا بروح اسكندرية بعز عزة هناك يوم أحد أو يوم أحد لأ، فيبقى لو عملت لكم اجتماع يبقى في يوم الأحد اللأ. بالنسبة لإسكندرية واحد بيقول أرجو أن توضح لنا الآتي، قرأت في جريدة الجمهورية منذ 5 أيام أن اليهود يستعدون لاستقبال المسيح، فما معنى هذا؟ هل هو الكاذب الذي تكلم عنه السيد المسيح إلى آخره؟ هم اليهود ينتظرون المسيح منذ القديم، من أيام أبينا إبراهيم اللي ربنا قال له بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، يعني بالآتي من نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. حتى هذا الوعد أعطي لأمنا حواء من قبل ولأبينا آدم، فقال إن نسل المرأة هيسحق رأس الحي. حتى إن السامريين أنفسهم كانوا ينتظرون المسيح، فالمرأة السامرية قالت نحن نعلم إن المسيح يأتي. فهم بينتظروا من زمان، يعني مش من دلوقتي. وطبعا انتظارهم حاليا انتظار باطل، لأن المسيح قد جاء لكنهم لا يؤمنون بمجيئه. ولا يتحقق مجيء المسيح إلا في مجيئه الثاني اللي بيقول عليه سفر الرؤيا
ينظرون إلى الذين طعنوه وتنوح عليه قبائل الأرض. واحد بيسأل بيقول من هم ماجوج وماجوج اللذان ذكر في سفر الرؤيا؟ غالبا يكونوا من شعوب روسيا، لأن مكتوب من مشك اللي هي يمكن تكون مقصود بها موسك أو حاجة زي كده، جايز. واحد بيقول ما هو الرد الأمثل على سؤال أحد الأخوة غير المسيحيين قائلا ما هو الآب والابن والروح القدس الذي تؤمنون به؟ الإجابة إن احنا نؤمن بإله واحد ذاته عاقل وحي. هذا الكائن غير المحدود الخالق الذي هو الله ذاته بنسميها الآب، يتولد منه العقل الكلي الذي يدير الكون، وهذا العقل الكلي نسميه الاب، وروحه نسميه الروح القدس. زي الإنسان ما له ذات إنسانية وله عقل وله روح، والإنسان بذاته بعقله بروحه كائن واحد، كذلك الذات الإلهية بالعقل الكلي بالروح القدس كيان واحد. بس هو دي ببساطة كده. أحد بيقول ما معنى بولس الرسول لما بيقول أيها الأخوة لا تكونوا أولادا في أذهانكم بل كونوا أولاد في الشر؟ يعني ما تكونوش بسطاء في أذهانكم، يعني عقلكم غير ناضج، إنما كونوا بسطاء من جهة الشر، يعني ما تعرفوش الشر. بس السؤال أوله بيقول لي يقرأ سرا وتكفي كلمة واحدة لإجابته. أوله الموضوع باختصار أنه يوجد زميلة لي في العمل. الإجابة تفوت علينا ونشوف الموضوع، لأن ما عندناش تفاصيل عنه. يعني أظن نكتفي بهذه الأسئلة. في الحقيقة موضوع الترتيلة هو عمل شجاع وجريء ومؤمن قام به نيافة الأنبا إبرام الحالي أسقف الفيوم. فمنذ أن رقد في الرب الأنبا إبرام القديس ودفن، هو اتنيح سنة 1914، يعني بعديها بأكتر من 70 سنة بدأ نيافة أنبا إبرام الحالي بعد صيامته يفكر في كيف يعتني بمدفن الأنبا إبرام. أهو موجود، كان في هيكل جانبي في
في كنيسة دير العزب وما يعرفش فيه ايه. وطبعا كان الفحص عن جثمانه مش اي واحد يقدر يعمل كده، وهيشوف يلاقيه ولا ما يلاقيهوش، ويلاقي عظام ولا يلاقي جسد كامل، يعني عملية صعبة. ومجرد فتح مقبرة يعني ممكن الناس ينظروا لها بأي حاجة. وهو جه استشارني في هذا الموضوع وقلت له ما فيش مانع، وحضروا أنبوبة خاصة بالقديس، ودعا بعض الأسقف معاه وفتحوا المقبرة، حتى مرضوش يبصوا يشوفوا الحالة ايه، ولفوه في لفايف وحطوه في كفن في الصندوق، واتعمل له مقصورة جميلة جدا ومزار في منتهى الجمال. اللي فيكم يزور الفيوم في دير العزب يجد الأنبوبة بتاعت القديس الأنبا إبرام والمقصورة الخاصة به، مقصورة مرصعة وجميلة وحلوة، أبقى أنشرها لكم في المجلة. وبهذا أكرم القديس إكراما كبيرا، وأصبح اللي بيزوره يقدر يلمس الصندوق بتاعه وياخد بركة منه، ومكان محترم ولائق بصوره إلى آخره. وإحنا نشكر نيافة الأنبا إبرام على هذا العمل، ونطلب شفاعة القديس الأنبا إبرام لنا ولكم جميعا. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة السؤال اللي قاله أحد الأخوة عن شهود يهوى وغيره، عايز أكلمكم النهاردة عن قول السيد المسيح: من يقول الناس إني أنا؟ الناس بيقولوا أنا مين؟ من يقول الناس إني أنا؟ في الحقيقة شخصية المسيح شخصية حيرت الناس من كل ناحية، حيرتهم. ده يبقى مين؟ مين اللي بيعمل الأعمال دي، ومين اللي بيقول الأقوال دي، ومين اللي عنده هذه القوة الجبارة والطاقة العظيمة الموجودة؟ من يقول الناس إني أنا؟ في ناس افتكروه يوحنا المعمدان وقد قام من الأموات، لدرجة ان هيرودس الملك نفسه ابتدى يخاف وظنوا ان هو يوحنا المعمدان قام من الأموات. وبعض الناس قالوا ده إيليا، إيليا اللي صعد للسماء في مركبة نارية. والبعض قالوا ده أرمية، والبعض قالوا ده المسيح، والبعض قالوا هو ده المسيح المنتظر. والبعض قالوا قام فينا نبي عظيم. والسيد المسيح سأل التلاميذ: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فقال له بطرس: أنت هو المسيح ابن الله الحي. وفي الحقيقة عبارة ابن الله قيلت من زمان، يعني مش بطرس أول واحد قالها، ده ناثانائيل قال له كده، والناس اللي في السفينة قالوا كده، وناس كتير قالوا أنت ابن الله. الشياطين نفسهم ما كانوش يعرفوا ده مين، مستغربين يطلع ايه ده.
ايه القوة الجبارة دي التي لم يتصف بها احد من البشر اطلاقا؟ يطلع ايه؟ احيانا كانت الشياطين تشوفه فتخاف وترتعب وتقول له اجئت قبل الوقت اللي تعذبنا؟ نحن نعلم من انت، انت قدوس الله. فكان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون. وبعض الاوقات كانت الشياطين تسال هل انت ابن الله؟ لو كنت ابن الله قل ان الحجاره تصير خبز. وعلى الصليب قالوا له لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. شخصيه محيره، مش عارفين يطلعوا ايه. حتى الشيطان بكل مكره وكل عقله وكل حيله مش قادر يعرف. مره يقول هو ابن الله ومره يقول لا، من تواضع المسيح بقى يشك في الموضوع، ومن معجزاته بقى يقول يبقى هو، وان قال ان هو يبقى زي ما قال معلمنا يعقوب الشياطين يؤمنون ويقشعرون. واختلف فيه ايضا الكتبة والفريسيون، فكانوا يشوفوا كثير من المعجزات بتحدث يوم السبت يقولوا ده يبقى كاسر للسبت، يبقى مش هو ابن الله، يبقى مش هو المسيح. والمسيح كان يتعمد في كثير من الأوقات أن يعمل معجزاته في يوم سبت، زي ما أقام لعازر في يوم سبت معجزة جبارة لم تحدث من قبل، إن إنسان يقام من الموت بعد 4 أيام بعد أن قيل إنه أنت. طب يا رب ما تعملها في ميعاد ما يقولوش فيه كده وخليهم يؤمنوا بالمعجزة. يقول لا، أعملها في يوم سبت، وإذا كانوا عايزين يؤمنوا يؤمنوا، ما يؤمنوش هم أحرار. أنا مش بترجى إيمان الناس. الراجل اللي بقاله 38 سنة عيان يقيمه في يوم سبت، المولود أعمى يديه البصر في يوم سبت، حاجات تحير. كانت شخصية المسيح بالنسبة لنا شخصية محيرة، يشوف المعجزات يقولوا هو، يشوفوا يوم السبت يقولوا مش معقول. السيد المسيح في نظر كثير من الناس كانوا يسمونه المعلم، المعلم، والبعض كان يدعوه المعلم الصالح. والعظة على الجبل كانت مذهلة بالنسبة للناس، فيها أسمى التعاليم وأقواها وأعمقها، وفي نفس الوقت فيها السلطان. سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم، ده محدش يقدر يقول الكلام ده غير ربنا. إيه ده يطلع إيه؟ لذلك قيل إنهم بهتوا من تعليمه، بهتوا من تعليمه، لأنه كان يكلمهم بسلطان وليس كالكتبة. وكان هذا المعلم يعلم في كل مكان وفي كل وقت، ويعلم حتى معارضيه ومنتقديه، حتى الكتبة والفريسيين يعطيهم تعليما، ودول أيضا كانوا يقولوا له يا معلم، ما يقدروش ينكروا من العبارة دي. معلم وبيعطي شريعة ويعطي العمق في التعليم وليس مجرد الحرف. ولذلك في مسألة السبت كان يعطي العمق
هل يحل فعل الخير في السبوت أم لا يحل؟ هل ممكن العمل الصالح في السبت ولا لا؟ هل تأخذون شكلية السبت أم روحه؟ هل لو وقع حمارك في يوم سبت ألا تقيمه؟ الختان بيختم في اليوم الثامن، فإذا اتولد في يوم سبت يبقى اليوم الثامن سبت، يتم ولا لا؟ الكهنة لما بيعلموا في يوم السبت هل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ تعليم يخش في العمق، مش شكليات، مش مجرد نصوص. فلذلك كانوا بيتحيروا من تعليم. وكان يتكلم من جهة النبوءات، وكان في تعليمه إذا سأل سؤال ما يعرفش حد يجاوب إطلاقا. مرة قال لهم يعني مدام داود بيقول قال الرب لربي اجلس عن يميني، فازاي يبقى ابن داود ورب داود؟ فتلخموا وسكتوا ما عرفوش يجاوبوا. وبرضه لما كان يجادل الكاتب والفريسيين كانوا يتلخموا وما عرفوش يجاوبوا. وكان له الذكاء والاجابه المباشره التلقائيه القويه التي لا يعرف احد ان يجيب عليها. يعني كانوا يروا ان هو معلم، ومعلم في منتهى الذكاء لو صح التعبير، يعني هو العقل الكلي، هو اللوجوس، هو عقل الله الناطق ونطق الله العقل. لكن بالنسبه للناس يقولوا كده، يصح ندفع جزيه القيصر ولا لا؟ هاتوا العملة عليها صورة قيصر، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. مش عارفين، عايزين يصطادوه بكلمة ومش عارفين يصطادوه. بالنسبة للناس كان معلما، وكانوا يدعونه المعلم والمعلم الصالح. وبالنسبة للناس كان يعمل معجزات لم تحدث من قبل إطلاقا. هو الوحيد في العالم كله الذي ولد من عذراء، لم يولد أحد من قبل بهذه الطريقة، ولم يولد أحد من بعد بهذه الطريقة. وهو الوحيد الذي وهو صبي كان يفحم الشيوخ، شيوخ الكهنة والكتبة، وكانوا يتحيرون من إجاباته ومن عقله. وهو الوحيد الذي كان يقيم الموتى بالأمر، بالأمر. بالنسبة لابن أرملة نايين، أيها الشاب لك أقول قم، فقام بلا صلاة. بالنسبة لابنة ييروس، مد ايديها وقال لها يا صبية قوم، فقامت بالأمر. إن كان بالنسبة لإعازر سبقها حديث مع الآب برضو لإخفاء لاهوته عن الناس، لكن برضو بالأمر لعاذر هلم خارجا. بالنسبة للناس كان هو الوحيد الذي يمكن أن يغفر الخطايا بكل صراحة، زي معجزة المفلوج، قال له مغفورة لك خطاياك، ودي تبقى مقدمة للشفاء إن كان المرض نتيجة خطية، فيبقى الخلاص من الخطية والغفران يسبق الشفاء. حتى إنه قالوا ده بيتكلم بتجاديف،
والمرأة الخاطئة قال لها مغفورة لك خطاياك. يبقى ده يطلع ايه؟ اللي بيغفر الخطايا كده ده بيطلع ايه؟ وبالنسبة للناس كانوا يتعجبون احيانا انه يجيب على افكارهم وليس على اقوالهم فقط، يجيب على افكارهم. يعني واحد يفكر في حاجة فالمسيح يرد على فكره، زي سمعان الفريسي في قصة المرأة الخاطئة اللي بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسه. الكتاب بيقول قال سمعان في قلبه لو كان هذا الإنسان نبيا لعلم من هذه المرأة وما حالها إنها لخاطئة. ده ألف قلب. فالمسيح قال له يا سمعان عندي كلمة لأقولها لك، وبدأ يجاوبه عن اللي في قلبه. في قصة المفلوج لما قال للمفلوج مغفورة لي خطاياك، بدأ الكتب والفريسيين يتذمروا وقالوا في فكرهم، ما قالوش بلسانهم، كيف يغفر خطايا؟ لا يستطيع أحد أن يغفر خطايا الله. فأجابهم المسيح على أفكارهم، قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا، أقول للمفلوج قم احمل سريرك وامشي. هنا برضو تلاحظوا أنه الوحيد الذي يشفي الأمراض بالأمر، يشفي الأمراض إيه؟ بالأمر. يعني في قصة المفلوج ما وقفش يصلي ويقول يا رب اشفيه، ده قال له قم بالأمر احمل سريرك وامشي. وفي مريض بتحزد اللي بقاله 38 سنة قال له قم احمل سريرك وامشي. صاحب اليد اليابسة قال له مد يدك فعادت سليمة. ايه ده؟ ده بالأمر، ما حدش حصل كده. فكان الناس يتعجبون، يتعجبوا منه، ده بيحصل الكلام ده ازاي؟ بالأمر. بل في قصة تحويل الماء إلى خمر من غير أمر، بمجرد رغبته الشخصية وإرادته اتحولت. تحويل الماء لخمر في عرس قنا الجليل موجود في يوحنا إصحاح 2. المسيح ما رشمش على المية وقال فلتتحول المية الخمر، ما حصلش أبدا. قال لهم املوا الأجران ماء، ملأوها، قال لهم طب اشربوا. طب ما فيش كلام خالص، شربوها، لقوا مادة جديدة قد خلقت. وهنا وجدوا مادة قد خلقت، وبصوا في معجزاته لقوا فيها قوة الخلق، إن قدر يخلق مادة جديدة ما كانتش موجودة. معروف المية أكسجين وأيدروجين، طب الخمر الكحول ده جه منين؟ عصير الكرمة جه منين؟ اتخلقت مادة جديدة. في معجزة الخمس خبزات والسمكتين لقوا أيضا قوة الخلق، اتخلقت مادة جديدة ما كانتش موجودة. الناس كانوا يتعجبون من معجزاته، إن يعمل المعجزة بالأمر، يعمل معجزة بمجرد إرادته، يعمل معجزات في أمراض مستعصية جدا وتبدو مستحيلة زي اللي مولود أعمى. وفي معجزة المولود أعمى خلق له عينين بمادة الطين اللي اتخلق بها الإنسان الأول. الإنسان المفتح لما تحط طين في عينيه يعمى، وده أعمى تحط طين في عينيه تتحول إلى عين وتمتد لها عروق وأعصاب وأنسجة وشغل وحياة. ده مش بس كده، وإنما أيضا في معجزات لا فيها أمر ولا فيها صلاة، ما اقدرش اقول
ما فيش فيها إرادة لأن كل شيء بإرادته. المرأة اللي أول ما لمسته شفيت، مجرد تلمسه يقول خرجت قوة منه، شافت الناس إيه ده، مجرد لمسه. يعني هو ما قال لهاش روحي أنت شفيتي، مجرد لمسته. المعجزات اللي من على بعد، واحد يجي له ويقول له ابني مريض وهيموت، يقول له روح ابنك شوفي، ولا شافه ولا قعد معاه ولا كلمه ولا حط ايده على راسه ولا حاجه بده. كان بالنسبه للناس رجل معجزات فاق الوصف، الى جوار ان معجزاته كانت بلا حصر، بلا حصر. يعني نسمع في قصص الانبياء والرسل والقديسين ان مثلا معجزه 2 3 10 20 عد زي ما تعد، لكن ده بلا حصر. يوحنا الحبيب في اخر انجيله بيقول ومعجزات اخر صنعها يسوع لو كتبت في كتاب ما كنت اظن العالم يسع الكتب المكتوب. بتبقى معجزات ايه دي؟ ملهاش حصر. وازاي نقول في انجيل صلاه الغروب، وده متاخد من لوقا 4 الاصحاح 4 من لوقا، وعند غروب الشمس كان كل الذين عندهم امراض ياتون بهم اليه، فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيه. ده امراض ايه؟ كل اللي عندهم امراض. وفي انجيل متى برضو يقول كده، كان يقول المدن والقرى يكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. واللي عندهم مرضى او سقماء او مجانين او مصروعين كانوا يجيبوهم ليه وكان يشفيهم. دول بالعدد، ما هو مفيش عدد، ما بيتعدوش. ده المعجزات اللي اتكتبت لكم في الانجيل دي مجرد عينات، عينات بينات شرحوها ليكم. كل رسول جاب لكم شويه معجزات لانه ما يقدرش يقول كل حاجه، هيقول ازاي بقى؟ ده يوم واحد لو ذكرت معجزاته ما تنتهيش. وبعدين كانوا يرون في معجزاته ايضا سلطانا على الطبيعه نفسها، يؤمر الريح، يؤمر البحر، يؤمر الموج فيطيع. البحر هاج على السفينه في التلاميذ قال له اصمت ابكم اوعى تعمل صوت، بس هدي. يعمل ايه البحر ده؟ زي ما ورد في الكتاب يقول ايه، انت تدوس على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه انت تسكتها. هو عمل كده، الناس بقوا يستغربوا. ده اللي ركاب في السفينه قالوا له بالحق هذا الانسان هو ابن الله. قولوا ده في من ده كتير، هو بس دول؟ يمشي على الميه، مين مشي على الميه غير المسيح؟ تقول لي بطرس مشي معاه، مشي بقوته ولما خاف طب ووقع، عشان القوه جايه من المسيح مش جايه من بطرس. فقال له يا قليل الايمان لماذا شككت؟ قليل الايمان ايه؟ قليل الايمان بيه بالمسيح. يؤمر الريح، يؤمر البحر، يمشي على الميه، يلعن الشجره تيبس، شجره التين لعنها يبسه، وسلطانه كمان على الشجر، على كله. هو في حاجه مش تحت سلطانه؟ ليه سلطان على الطبيعه وليه سلطان على الموت والحياه؟
في إقامة الموتى؟ وليه سلطان على الأمراض؟ وليه سلطان على الشياطين؟ كان يخرجهم وكانوا يصرخوا قصاده. ده مرة خرج من واحد لاجئون، يعني أزيد من 6000 مرة واحدة كده بالجملة. ده إيه ده يا رب؟ الناس في أيامه كانوا متعجبين، ما هذه القوة الجبارة؟ ما هذا التعليم العجيب؟ ما هذا السلطان؟ ده له سلطان أيضا حتى على الملائكة. بعد التجربة على الجبل يقول: وإذا ملائكة قد جاءت تخدمه. الملائكة تخدمه، ده يبقى إيه بقى؟ إيه اللي الملائكة تخدمه ده؟ وفي العبرانيين يقول: ومتى أدخل البكر يقول: فلتسجد له ملائكة الله، وتسجد له كل ركبة ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. يطلع مين ده اللي تسجد له الكل ده؟ معجزات ملهاش عدد، وكلها عجب وبالأمر وبالإرادة. معجزة انه يدخل من الابواب المغلقة وهو بجسد مش مجرد روح، دخل على التلاميذ والابواب مغلقة. معجزة، احنا قلنا قراءة الافكار والخفيات والظاهرات والكثرة العجيبة اللي في المعجزات. فبالنسبة للناس كان المسيح مصدر قوة عجيبة، وأيضا معجزة لم يعملها أحد، في أنه هو بنفسه قام من الأموات. يعني كل الذين قاموا من الأموات من قبل أقامهم غيرهم. يعني ابن أرملة صرفت صيدة أقاموا إلي، ابن الشنمية أقاموا إليشا، الثلاثة اللي ورد ذكرهم أقامهم المسيح. لكن ما وجدش حد ميت يقوم بنفسه كده من غير ما حد يقيمه. ولذلك أنا بالنسبة للمسيح أسميها قيامة، وبالنسبة للباقيين ممكن أسميها إقامة، إقامة من الأموات، أقامهم غيره فهي إقامة من الأموات. لكن ده هو قام لوحده، وقام لوحده وخرج من القبر المغلق وهو مغلق. يخرج من الأوضة المغلقة ويجتاز الحواجز، ويخرج من القبر المغلق ويظل القبر مغلق ويجتاز الحواجز، ويخرج من رحم العذراء وهي ما تزال بكر ويجتاز الحواجز. ايه ده؟ ايه ده يبقى ايه ده؟ الاناجيل لم تذكر المعجزات اللي عملها في مصر لما جه وهو طفل، لكن معجزات كتيرة خالص حفظها لنا التقليد. ده المسيح. من يقول الناس اني انا؟ يقول الناس انت مين؟ أنت صانع المعجزات العظيم، أنت القوة الجبارة اللي لها سلطان على البحر، على السماء، على الهواء، على النباتات، على الحياة، على الموت، على الأمراض، على الشياطين. مفيش حد مش تحت سلطانك. والعجيب في قوة المسيح إنه ليس فقط قوي، وإنما أيضا يمنح القوة لآخرين. يمنح القوة إيه؟ لآخرين. يقول للتلاميذ أرسلهم وقال لهم إيه؟ اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، اخرجوا شياطين بالأمر. جم فرحانين حتى الشياطين تاخد عليهم اسم. قال لهم ده حاجة بسيطة، أنتوا تفرحوا على حاجة صغيرة زي دي؟ افرحوا لأن أسماءكم قد كتبت في السماوات. لكن دي حاجات بسيطة، دي حاجات فك. ولما قبل ما يصعد قال لهم برضو كده، اعطاهم نفس السلطان. تلاقوا موجود الكلام ده في لوقا 24 وفي متى 16.
في مرقس 16 اداهم، يدي غيره القوة انه يعمل معجزات، مش هو بس يعمل معجزات ويدي غيره القوة. ولذلك الفرق بين المعجزات اللي عملها المسيح والمعجزات اللي عملها التلاميذ، ان المعجزات اللي عملها المسيح عملها بقوته هو، بقوته الخاصة، ومعجزات المسيح معجزات التلاميذ عملوها بقوة المسيح. وذاك بطرس لما شاف الرجل الأعرج قال لهم ليس بقوتنا أو تقوانا جعلنا هذا يمشي، ده يسوع المسيح اللي انتوا صلبتوه اللي هو ده اللي أقام. من يقول الناس إني أنا؟ يقولوا أنت المعلم الصالح، ويقولوا إيه تاني؟ يقولوا أنت قارئ الأفكار، وأنت اللي بتخلق، وأنت اللي بتعمل المعجزات. ويقولوا ايه تاني؟ ويقولوا انت ابن الله. مش ابن الله بالمعنى العام الذي ينطبق على جميع الناس، زي ما تقروا في تكوين 6 يقول لك رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات، ده لقب عمومي. ولا زي ما يقول يا ابانا الذي في السماوات، ده لقب عمومي. أو زي ما يقول أشعياء أنت أبونا، أنت يا الله أبونا، ده لقب عمومي. أمال إيه؟ ده ابن الله الوحيد، ابن الله الإيه؟ الوحيد. وابن الله الوحيد ذكرها يوحنا الإنجيلي 4 مرات، ذكرها إيه؟ 4 مرات. في يوحنا 3:16-18 قال هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. اللي بيؤمن بيه ده يخلص، واللي ما بيؤمنوش يدانوا لأنهم لم يؤمنوا باسم ابن الله الوحيد. مرتين جنب بعض كده في يوحنا 3. ويقول في يوحنا 1:18 الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر. في يوحنا الأولى إصحاح 4:10 يقول أرسل ابنه الوحيد إلى العالم كفار عن خطايانا. ابن وحيد، الوحيد لأنه الوحيد الذي من جوهره، الوحيد الذي من طبيعته، الوحيد الذي من لاهوته. أما بقية الناس أبناء بالمحبة، بالتبني، بالتشريف، قولوا زي ما تقولوا، لكن الوحيد اللي من طبيعته من جوهره هو ده. أنت ابن الله، سمعناها من كتير خالص، من التلاميذ، من بطرس، من نسانائيل، من اللي كانوا في السفينة، حتى الجندي اللي كان جنب الصليب قال بالحقيقة كان هذا ابن الله. شهادات كتيرة جدا. وقالوا عنه هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. ايه ده؟ ده الواحد لو يشوف ألقاب المسيح يلاقي ملهاش حصر. وبس كده، وهو نور العالم، وهو الراعي الصالح اللي يبذل نفسه على الخراف، وهو الفادي، وهو المخلص. ويخلص ايه؟ يخلص من الخطايا. يعني يمكن في ناس يخلصوا آخرين من مشكلة، لكن ده يخلص من الخطايا. سموه يسوع معناها مخلص، لأنه يخلص شعبه من خطاياه. من يقول الناس إني أنا؟ أنت يا رب الكل في الكل. هو أنت كل دول بس؟ أنت كل حاجة، كل حاجة. لكن على الرغم من كل هذا،
السيد المسيح كان له أعداء ما يقولوش الكلام ده. ما يقولوش إيه الكلام ده؟ يعني ليه أعداء على الرغم من كل الكلام ده؟ من يقول للناس إني أنا؟ الكتبة والفريسيون يقولوا ده أكول وشرب خمر، ده بيعاشر الخطاة والعشرين، ده كاسر للسبت، ده مجدف يتكلم بتجديف لما يقول المغفرة خطيئة، ده مضل وضال. لما صلبوه قالوا لبيلاطس تذكرنا أن ذلك المضل، مضل كل المعجزات دي وما بتستحوش ما تكسفوش. صحيح زي ما بيقول سليمان وإن دققت الأحمق في هاون لا تفارقه حماقته. ولذلك قال لهم المسيح لو لم أصنع بينكم أعمالا لم يعملها أحد من قبل لما كانت لكم خطية، لكن بعد اللي شفتوه تبقى خطيتكم باقية. ويقولوا بس عليه كده؟ يقولوا ده ببعل زبول بيخرج الشياطين. يا ناس اتكسفوا، مفيش فايدة. يقولوا عليه إن حسب شريعتنا ينبغي أن يقتل ويفضل عليه براباس اللص والقاتل، يجب أن يموت. المسيح على الرغم من معجزاته له أعداء وله مقاومون وظنوه منافسا لهم. ده ناس نادوا به ملكا وهو قال مملكتي ليست من هذا العالم. في ناس أحبوا المسيح حتى المنتهى وناس كرهوه جدا على الرغم من كل المعجزات والخير اللي عمله. ده بعد معجزة إقامة لعازر فكروا أنهم لازم يموتوه وبدأت المؤامرة. من أجل هذا ما يصحش حد يزعل لما يلاقي ليه مقاومين على الرغم أنه بيعمل خير. في خير أكتر من اللي عمله المسيح ومع ذلك كان له مقاومون يريدون أن يقتلوه. ده مرة حبوا يزقوه من على الجبل يموتوه، ومرة مسكوا حجارة ليرجموه، وبعدين تآمروا عليه. اوعوا تفتكروا ان المسيح يعني جاء بهذه القوة يرهب الناس، ابدا. المسيح على الرغم من كل ما قلناه كان يعيش في بساطة كاملة كواحد منا، بل اخشى ان اقول بل حتى الامكانيات اللي عندنا ما كانش بيتمتع بها في فترة تجسده. يعني كل واحد مننا على اللي قال لي ليه بيت، لكن المسيح لم يكن له أين يسند رأسه، ملهوش مكان. كل واعظ ليه مكان بيوعظ فيه والمسيح ما كانش ليه مكان. كان يعظ في البرية، كان يعظ فوق الجبل، كان يعظ في أحد البيوت، كان يعظ في الشوارع، كان يعظ عند البحيرة، كان يعظ في الحقول، ملهوش مكان. قال لهم للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ملهوش مكان ولا ليه حتى وظيفة، مفيش وظيفة. هو بيسموه معلم ومش واخد وظيفة معلم رسميا من المجمع اليهودي اللي عايش فيه، هو معلم كده قطاع خاص. صحيح مش وظيفة رسمية، ومع انه الكاهن الى الابد على طقس ملكي صادق
ما كانش ليه وظيفة كهنوت، لأن الكهنوت كان من سبط لاوي من بني هارون وهو من سبط يهوذا. ففي نظر الناس يعني حتى ما بيعتبرهوش كاهن، وهو لم يمارس حتى العملية اللي بيقوم بها كهنة اليهود. لما شاف الأبرص قال له اذهب أري نفسك للكاهن. يا رب ده أنت رئيس الكهنة الأعظم، معلش مرروه مرروه وخلوهم ياخدوا راحتهم، لأن هذه ساعتهم وسلطان الظلام. مرروه وعاش بلا لقب. ولكنه مع ذلك كان رجل الجماهير العجيب، رجل الجماهير العجيب، يمشي تتبعه آلاف من الناس. في معجزة الخمس خبزات والسمكتين الناس اللي كانوا بيسمعوا وعظه كان 5000 من الرجال غير النساء والأطفال، غير النساء وإيه والأطفال، يعني لو كل واحد معاه واحدة ست وعيل ولا عيلين دول يطلعوا 15000 بقى ولا إيه. وفي قصة المفلوج كان الزحام حواليه لدرجة الناس ما عرفوش يدخلوا المفلوج، نزلوه من السقف. وفي قصة زكى العشار ما عرفش زكى يشوفه من كثرة الزحام والألاف فطلع فوق شجرة. كان رجل الجماهير. العجيبة في فترة تجسد السيد المسيح على الأرض إن كان الرؤساء يكرهوه وكان الشعب يحبوه، وهو كان يحب الشعب وملهوش دعوة بالرؤساء. يعني لم نسمع إنه زار بيلاطس، لكن سمعنا إنه زار لعازر ومريم ومرسى. ما سمعناش إن استضافوا هيرودس ولا حنان ولا قيافة، لكن استضافوا زكة في بيته بتاع جماهير بتاع شعب. وكان بسيطا يعيش مع الناس مثلهم زيهم، يختلط بيهم يعيش معاهم. العظمة بتاعت الكتب والفريسيين والنفخة إياها دي، ويعرضون أهداب ثيابهم ويحطوا مش عارف إيه على رأسهم وغيره، لا وعصائبهم ما فيش. ده رجل بسيط ماشي وسط الناس ببساطة، لا مظاهر ولا مناظر ولا عظمة ولا نفخة ولا ألقاب، أهو ماشي. والتلاميذ اللي صاروا وراءه صاروا وراء المجهول وهم لا يعلمون إلى أين يذهبون. أنت ماشي فين؟ أنا ماشي وراء المسيح. وظيفتك إيه؟ بعرفش. كل وظيفتي إن أنا تابع لهذا المعلم الصالح، في كده تاني مفيش. وتميز المسيح أيضا بميزة لم يتميز فيها أحد، لم يتميز بها أحد منذ بدء الخليقة حتى الآن، وهي البر الكامل الذي قال فيه من منكم يبكتني على خطيه. العالم كله كان محتاجا إلى الخلاص، حتى العذراء مريم قالت تبتهج روحي بالله مخلصي. والمسيح هو الوحيد الذي لم يكن محتاجا إلى خلاص، بل هو المخلص الذي يخلص الكل. هكذا كان المسيح. من يقول الناس إني أنا؟ أنت يا رب كلك حلاوة وفمك مشتهيات، أنت أبرع جمالا من بني البشر، أنت الحب كله والقوة كلها والعقل كله، أنت الإب، أنت اللوغوس، أنت كل شيء لنا ولكل العالم، لك المجد الدائم إلى الأبد أمين.